الظلم حسب، إذا كان الظلم في عرضه يعني اغتبته سببته كذا، طيب هذا الظلم إما أن تستأذن منه تطلب منه أن يغفر لك إذا كان ما يترتب عليه مشكلة أكبر أو تلقاه، أما إذا كان لا تجده أو تخشى أن تتسبب مصيبة أكبر لما تقول له، هذا المكان اللي اغتبت فيه تروح تذكره بخير، وغير أنك تستغفر الله تبارك وتعالى لا مانع أن تتصدق عنه. وإن كان الظلم بمال يعني أخذت ماله يجب إرجاع المال له، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لكن إعادة المال له. شنو؟ أدري هذا إذا كان ما تقدر تلحق عليه، ما تقدر تعطي حقه، عرفت؟ إذا تقدر تعطي حقه ترده، إذا ما تقدر تسوي صالحات لا سيأخذها منك يوم القيامة.